مشاهدينا من بعد ما كنا سوا مع كارمن وتعرفنا على الابراج والحظوظ لليوم رح ناخذ سوا بريك صغير، من بعد كل هالغراض اللي موجودين قدامنا رح تخبرنا عن تفاصيلهم اكثر هاديه بعمو. على قد اليوم شتويه مي كثير بالطرقه، شو لازم نعمل لحتى ننتبه ونتفادى الميات؟ التفاصيل مع هادي. صباح الخير غادة. جعبيلة رينبو. صباح الخير مشاهدينا لليوم الجمعة 9/8/2012، أكيد بنصبح بألف خير كل يلي عم بيتابعونا اليوم يلي أكيد مش هلقانين بعجلة السير. كنت حابة اليوم نفتح عالم الصباح بمواضيع تانية، بس دايما بلبنان شتاء وعجلة السير من المواضيع يلي بتفرض حالها، وأكيد اليوم بسبب هال عاصفة يلي فينا نقول لأنه في كتير شتاء في كتير هواء بلبنان، مشان هيك اليوم حديث الساعة رح بيكون هالشتوات هيدولي والناس اللي بعدها لحد هلا علقانة ببعض المناطق وخصوصا بالعاصمة بيروت وعلى مداخلها بشوية تعشقة. يلي بدنا نقوله أكيد إنه نطول بالنا لنهار اليوم إن شاء الله يكون حلو، الكل عم بيحضروا لويك إند، وبعرف إنه نهار الجمعة كثير من الاشخاص بيحبوا انهم يخلصوا اغراضهم حتى شوي يرتاحوا ايامات السبت والاحد، مشان هيك اليوم بعالم الصباح كمان رح نترافق نحن وياكم بعدد من الفقرات رح نشوفها سوا من بعد ما رحت بشيخ علي رح يكون معنا اليوم. اكيد انه امبارح اليوم وبكره بتقدروا تلتقوا بالشيخ علي الشيخ فيصل وكمان الشيخ شادي بالكوكينج فيستيفال يلي مش بس بعد الظهر من الساعة 11 على بكره للساعة 8 عشية بتقدروا انكم تلتقوا فيهم. فيما يختص بكل الاشخاص اللي حابين دائما يتواصلوا مع عالم الصباح بشكل سريع رح نرجع نذكركم انه فيكم تتواصلوا معنا عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي عبر ارام حتى التليفون الفاكس فيسبوك تويتر والايميل، كل هالتفاصيل هي فيكم تشوفوها قدامكم على الشاشة، واكيد احنا موجودين دائما لحتى نلبي كل اقتراحاتكم ومطالبكم. فيما يختص بهالنهار يلي شوي صار قصير بما انه من الاسبوع الماضي يلي رفقنا عرف انه نهار الجمعه شوي عم بيكون اقصر من العاده، حتى من بعدها فورا ننتقل ونتابع نحن وياكم الصلاه مثل العاده لكل نهار جمعه. خلينا نشوف شو حامل هالنهار بهالفيديو. إذن هيدي بالإجمال الفقرات اللي رح بترافقنا اليوم بعالم الصباح، فورا خلينا ننتقل لعند كارمن لحتى نعرف الحظوظ والأبراج وخصوصا مواليد اليوم شو رح بيكون بانتظار. هدول البوتس عندهم شوار ما عندهم إلا أصلا يرسلوا فاروق، ما حدا بيحرموا بالشوبينج وبكل المحلات يرسلوا النوع شوبينج يلي ما بلش بس إنه انتقل من موسم لموسم خلص ما بتخبى رح يكون في فرد تاني انا حقيقه